السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلا عجبكم الفيديو بارتاجي وخليوا واحد لايك وتعليقكم في الموضوع. نبدأ مباشرة في التفاصيل. خلال هذا الفيديو الجديد اخوتي غادي نتكلموا على اخر مستجدات قضيه الطفله المرحومه نعيمه الروحي ذات 5 سنوات واللي تم اختطافها وقتلها بطريقه بشعه جدا، والسبب الرئيسي هو انه استغلوا الجسد الصغير ديالها من اجل البحث والتنقيب عن الكنوز. بلا شك اخوتي انكم كاملين عاقلين على نعيمه وعاقلين على الموضوع ديالها اللي دار ضجه كبيره بزاف في شهر 8 2020، فكل شيء الناس ضامنوا مع الطفله وضامنوا مع الاهل ديالها. فعلا اخوتي الفرقه الوطنيه استطاعت انها تعتقل 2 ديال الاشخاص اللي تورطوا في اختطاف وتصفيه هذه الطفله. والبارحة اخوتي محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات غادي تقول ولا غادي تصدر الحكم ديالها في حق هاد 2 ديال الاشخاص. اذا نقرأ عليكم اولا اخوتي الخبر باش تذكروا القضية ديال نعيمة الروحي. الخبر كيقول اصدرت استئنافية ورزازات امسين الخميس حكما قاضي بالسجن 25 سنة في حق المتهمين في قضية تصفية الطفلة نعيمة الروحي ابنة دوار تفركلت بجماعة مزقيدة إقليم ورزازات. هذه البنية ذات 5 سنوات، والأمر يتعلق هنا بفقيه خمسيني ينحدر من دوار الرباط إكدز، وهو معروف بأنه فقيه من حفظة القرآن. والشخص الثاني يبلغ من العمر 61 سنة من ذوي السوابق في التنقيب عن الكنوز، وتم متابعة هذ المتهمين الاثنين من أجل جناية اختطاف قاصر يقل سنه عن 12 عاما نتج عنه موت القاصر، وجناية اختطاف قاصر يقل سنه عن 12 عاما نتج عنه موت القاصر، وجنح النصب وتقديم رشوة. وكان قد عثر على بقايا عظام نعيمة يوم 26 غشت 2020 في إحدى شعاب جبل كيسان المحادية للدوار حيث تقطن، بعد أن تم اختفاؤها يوم 17 غشت 2020، ولم تنفع كل المحاولات والأبحاث للعثور عليها أول الأمر، حيث ساهمت ساكنة الدوار في عملية البحث التي امتدت إلى باقي الدواوير المجاورة قبل أن يعثر عليها راعي غنم أو لا يعثر على بقايا عظام بشرية صغيرة الحجم وبعض الملابس، ليقوم بإخبار أهل الدوار وتنتقل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان حيث تم نقل العظام قصد التشريح وفتح تحقيق في القضية. قضية مقتل نعيمة ذات الاحتياجات الخاصة التي خلفت ردود فعل غاضبة على الصعيد الوطني وحركت الفرقة الوطنية للدخول على الخط، أسالت المداد وتركت حزنا داخل بيتها داخل كذلك كل بيت بالمنطقة، وطرحت تساؤلات عديدة حول الدافع للإجهاز على طفلة تعاني الإعاقة، وهل يتعلق الأمر بفقهاء الكنوز خاصة وأن المنطقة تعرف توافدهم من حين إلى آخر للبحث عن الكنوز. هذا هو الخبر أخوتي، وباش نزيد نقربكم الموضوع وتزيدوا تذكروا القضية ديال نعيمة، هاد البنيتة اللي في العمر ديالها 5 سنوات وهي مسكينة كانت كتعاني من الإعاقة أو اللي هي من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذاك الفقيه اللي كيمارس الشعوذة فكيسكن في واحد الدوار اللي هو قريب من الدوار اللي كتسكن به نعيمة. فواحد اليوم من الايام فعرضوا عليه الناس ديال الدوار ديال نعيمة، عرضوا عليه باش انه يحضر لواحد المناسبة، وتما فين غادي يشوف نعيمة وغير من الشوفة الاولى ديالته غادي يعرفها بانها زهرية. تما غيبقى حاط عليها العين اخوتي ومراقبها باش يتسنى الفرصة اللي غادي تسمح لي باش انه يخطفها ويستغل الجسد ديالها الصغير من اجل البحث والتنقيب عن الكنوز. وبالفعل واحد الشخص اللي هو كيسكن حدا نعيمة في الدوار ديالها هو اللي غيتعاون معاه
غادي يتعاونوا فيما بعضياتهم وغادي يخططوا باش يختطفوا نعيمه. نعيمه في هذاك اليوم المشؤوم نهار 17 غشت 2020، فكانت خارجه هي والاخت ديالها غادي للحانوت يشريو شي حاجه شي تقاطة. الاخت ديالها غادي تقول ليها جلسي هنا تسنيني تما. هذيك هي الوقيته فاش غادي يستغلوا هذوك جوج ديال الاشخاص، هذاك المشعوذ والشخص الاخر، غيستغلوا هذيك الظرفيه وغادي يهزوا نعيمه ويختطفوها الى وجهه غير معلومه. منين غادي ترجع الاخت ديالها ما غادي تلقاهاش، غادي تخبر الوالدين ديالها، وهنا كلشي غيولي يقلب على نعيمه، الدوار، الاسره، الاهل، كلشي غيبدا يقلب ولكن دون جدوى. الفرقة الوطنية كذلك دخلت على الخط من أجل البحث على نعيمة، ولكن للأسف ما كاين حتى جديد. إلى يوم 26 غشت بالضبط، هنا واحد الراعي الغنم غيكون دايز من حدا هذيك الشعبة اللي كانت ترمات فيها العظام ولا البقايا ديال الجسد ديال نعيمة، ثم غادي يلقى عظيمات ديال جسد اللي هو صغير والملابس وكذلك الضفيرات ديال نعيمة، مسكينة الضفيرات ديال الشعر ديالها. هنا غيمشي يجري هذاك السراح باش يخبر الشرطه ويخبر كذلك الناس ديال الدوار، وفعلا غادي ينتقلوا الى عين المكان وغياخذوا هذوك العظام وهذاك الشعر وهذاك الملابس باش يتمكنوا يتعرفوا على شكون ديال من هذاك الجسد اللي ترمى تمايا. وفعلا غادي يعرفوا بانه نعيمه الروحي مسكينه، البقايا ديال العظام ديالها هذوك اللي ترموا في ذاك المنطقه. هنا غيولي تنتقل الفرقه الوطنيه باش يبحثوا على هذا الشخص هذا اللي اختطف نعيمه، وبعد يعني جهد اللي هو كبير بزاف اخوتي، والتحقيقات اللي كانت مستمره لساعات مطوله، فغادي يشدوا هذاك الفقيه المشعوذ بمدينه خنيفره تما يا اخوتي، كان مخزون عند الاهل ديالو مخبع باش ما تلقاهش السلطات، ولكن الحمد لله السلطات قامت بالواجب واعتقلته، وكذلك اعتقلت الشخص الاخر اللي تورط معاه، ومن ثم خوتي هما متابعين في حالة اعتقال متواجدين بالسجن الى البارحة خوتي منين تم الحكم عليهم ب 25 سنة. هذا الشيء كامل اخوتي يرجع القضية ديال البحث والتنقيب على الكنوز. هذيك المنطقة معروفة بزاف بتواجد العصابات واللوبيات ديال البحث والتنقيب على الكنوز، كيختطفوا الوليدات الصغار الزهريين، كيختطفوهم مسكنين من وكيديوهم كيذبحوهم كيستغلوا الدم ديالهم يعني كقربان باش يجبدوا بهم الكنز. واش كاين شي كنز ولا ما كاينش الله اعلم، ولكن كتبقى هذه الخرافات متداولة بهذاك المنطقة، وبزاف ديال الوليدات اللي تم اختطافهم اخوتي ويعني وتحرموا منهم والديهم وتمت تصفيتهم بطريقه اللي هي شنيعه بزاف. كنتمنوا لهاد الناس اخوتي اقصى العقوبات وكذلك العذاب في الدنيا والاخره. هاد البنيته نعيمه الروحي اللي مشات شهيده مسكينه، طفله من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عارفه حتى شي حاجه في هاد الدنيا اخوتي، تم اختطافها وتصفيتها وقرضوها مسكينه ولحوا لها العظيمات ديالها في الجبل، حسبي الله ونعم الوكيل. كنتمنى ان هذا القرار ولا هذا الحكم ديال المحكمه يشفي الغليل ديال الاسره ديال نعيمه، ويحسوا بانه الحق ديال بنتهم رجع لهم. اش غنقول لكم، راه مهما كان الحكم راه واخا كوك الوالدين مساكن راه ما غاديش يطفي لهم ديك الحرقه اللي في القلب ديالهم على البنيته ديالتهم، زياده على الظروف المعيشيه الصعبه اللي كتعيشها الاسره وكذلك الساكنه ديال ديك المنطقه اللي كتعرف واحد التهميش، واحد المنطقه اللي هي مهمشة، الناس مساكن ما في حالهمش، الناس مكرفسين بزاف، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاد العصابات ديال البحث والتنقيب على الكنوز كنتمنوا أنهم يعني الرأس المدبرة ديالهم هي اللي خصها تشد أخوتي وتم اعتقالها وتضرب بيد من حديد باش هاد الناس هادو ما يبقاوش يختطفوا وليدات الناس ويتكرفسوا عليهم. اذا خليوا لي اخوتي التعاليق ديالكم اسفل الفيديو، ترحموا على نعيمه، اكتبوا انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحم نعيمه والله يصبر الاهل ديالها يا ربي امين. خليتكم على خير، مع السلامه.